طحن الجلالة زينب لونها غيرت اشكاله كربلاء يم البلاء وين العذر وين عباس عندش قد عويش ما لوليمي وبتربتش الخيول داست صدر الحسين صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك يومون بحامية الإسلام قد نهضت به حمية دين الله إذ ترك يا وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفك لم أدري أين رجال المسلمين مضت وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه
إذا هلك جدك يا أبو السجاد بالدعوة بناني، وبوك حيدر شيد بسيف أركاني، والحسن ما قصر بذل جهده وحماني. ما أسمعك. واليوم أنا بحماك يا باقي البقيع، قال لي يا دين المصطفى هيجت الأحزان لجلك، لعوف ديار جدي وطيب لوطان، وابذل رجال نصرتك يا خير الأديان، عند الدواء ودواك ما يصعب. قال لك كفو لكن يا ابو السجاد يا حسين، شنه الدواء يا ابن النبي ونور المسلمين؟ قال له أولادي تنذبح والهاشمين، من عقب ما تبقى هلي فوق الوطيع. قال له وقوت شبول حيدر شبل عدنان، وابن الحسن جاسم وخوت ذيك الأغصان، وابني شبيه المصطفى شمعة الشبان، وحتى رضيع يفطم سحم المنيع. قال له المرض شايد ترى والملتجى ليك، يا غوث كل ملهوف وأنا محتمي بيك. قال له عجل وبمهجتي وروحي أداويك، من عقب ما تفنى هليك لها سوية، وتحط نجمع العدا وتمنعني الماي، وبجبهتي صكني حجار ويفجر دماي، ويمزق السهم المثلث لبة حشاي، وابقى ثلاثة أيام في حر الوطيع. آه ما تنحكي هاي، ولأجلك يدوس الشمر وبرجله على صدري، ويقطع وداجي بسيفه ويحزن لحري، دمي دوا جروحك على التربان يجري، وابقى ثلاثة أيام في حر الوطيع، والخاطرك والشيعتي لن ذبح ضامي، من النار نجي شيعتي بحرقة خيامي، فدوى الحرم ومتنسبي وتضرب ايتامي، وابني بقيد وجامعة يركب مطية. ما تجاوب معك انت؟ قل له جاهديت ما قصرت يا حسين، ودمك فدية نصرة الدين، وطيحتك ما بين الميادين، ترى بيها رفعت رؤوس المسلمين، اي بيها رفعت رؤوس، المسلمين، لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين.
قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اضرب بطرفك حيث شئت من الخلق، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن في أذنه عن سماع المواعظ وقرا. أهل بيت طهروا من دنس، ولهم في الحشر أعلى درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. إذا أقول لك قال الإمام وأسكت، إلك ترد علي يا إمام، ولكن إذا سمعت مفردة أمير المؤمنين، إحنا ما نسمي غيره أمير المؤمنين، هسه غيرنا حتى يمكن يسمي يزيد والحجاج أمير المؤمنين، كيفها قناعته، بس احنا أئمتنا قدها وما نسميهم، بس على ابن أبي طالب. سمعت يوم من الأيام خطيب يقول للحسن أمير المؤمنين؟ طب واحد على الإمام الصادق قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، ايش سوى الإمام؟ ما رضى وزعل، قال له هذا لقب بس الجدي على ابن أبي طالب. بس هو أمير على المؤمنين، بس هو الأمير على كل مؤمن. وأقرأ قول النبي: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، علي هو الإيمان. أقرأ قول الصحابة في الإمام أمير المؤمنين: بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي شنو بعد؟ ومولى كل مؤمن ومؤمنة، بس أنت الأمير سيدي. وإلا واحد زور وثبت عدنا في التاريخ قاتل شارب خمر منتهك الحرمات، هذا تسميه أمير المؤمنين؟ إذن إذا هذا أمير المؤمنين هيك وضعه، فما بالك بالمؤمنين شلون يكون يصيرون؟ القدوة والأسوة والله على ابن أبي طالب في السماء أكبر من اللي في الأرض، بل أمير المؤمنين كبير في السماء. ويريد الخير لكل البشر، مو خاص للشيعة علي، ولا بس للعرب ولا للمسلمين، للبشرية أجمع. لذا لما تقرأ عن الكاتب المسيحي، مسيحي هذا مو شيعي، أنصف الإمام وكتب عنه عنوان لكتابه: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. مسيحي يقر ويعترف، طبعا هذا ما يعظم الإمام، هذا بين إنسانيته لما اعترف بالحق، وإلا احنا محتاجين هذا يقول عن الإمام أمير المؤمنين؟ ولكن الإنسان إذا حكم عقله وحكى الواقع يبين إنسانيته، ليش واحد يصير ظالم ويكتم الحق؟ للإنسانية أجمع. لذا يقولون فرد يوم ابن أية أحمد بن حنبل إمام الحنابلة اجت للبيت شبه يعني ضايجة متنرفزة زعلانة، سألها أبوها شبيك؟ قالت له سمعت قولا
وهو قالت لك انت بسوق الوراقين، الوراق ذول اللي يصفحون الكتب يطبعون كتب بشكل بديش بداك الوقت الخاص شلون يطبعون ما ادري. قالت له سمعت اثنين يتناقشون في حديث، واحد يقول له بلي قال رسول الله علي قسيم النار والجنة، هذا صحيح؟ يقول أطرق برأسه. عين لها قالها بنية سمعنا ممن سمع عن رسول الله يقول يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن، ها صحيح؟ قالت هي صحيح. قالها أسألك وين مكان المنافق يوم القيامة؟ قالت بجنة. قالها وين المؤمن؟ قالت له بالجنة. قالها إذن حبه وبغضه هو الفاصل. فأنشأ يقول علي حبه جنة، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا قسيم النار والجنة. وش قد نريد نحكي بفضله ما نوصل الغاية، لأنه رسول الله أغلق الباب بوجهنا، قال يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. أرجوك بالله التفت لهذا الشعر الذي تداول على لساني كثير أقرأ، اسمعوا بدقة بارك الله فيكم، من عالم من علمائنا قاله في الإمام أمير المؤمنين سنة 1964 ميلاديا في الإمام أمير المؤمنين، اسمع ايش قال. ذكراك تبقى إلى ما لا نهاياتي، وذكر غيرك يفنى بعد ساعاتي، حارت عقول الورى في فهم حيدرة، إلا النبي وخلاق السماوات قد جئت في زمن لم يفهموك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. واضح؟ يقول له انت جيت بزمان ما عرفناك به، قلنا الزمان الجاي الجيل الجاي يعرفك، والجيل الجاي هم ما عرفك، أحالها إلى غيره، وهكذا القرن الثاني والثالث وإلى يومنا هذا ما نعرف من هو حقيقة، ما ندري بيها. الله يرحم سيد رضا الهندي، فجل الأقداح بصرف الراح عسى الأفراح بها تنشر، واشغل يمناك بصب الكاس وخلي يسارك للمزهر، فدم العنقود ولحن العود يعيد الخير وينفي الشر، بكر للسكر قبيل الفجر فصف الدهر لمن بكر، هذا عملي فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر، فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، هل يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من ماء الكوثر؟ قد تمت بي لي بولايته نعم جمت من أن تشكر، يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت بجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا واسأل الأحزاب واسأل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذر، أنا ساووك بمن ناووك وهل ساوون علي قنبر. الله صلي على محمد وآل محمد.
الكلام عن أمير المؤمنين شيق وحلو، ونأمل بذلك رضا الله. لأن أنا أقول لكم فد معلومة، عندي صديق هو يسولف يقول تكلمت في بلدة من بلاد المسلمين، فأجى فرد واحد من الكبار من الرجالات رحبت بي، تفضل استريح حياك الله، لكن مفردات حلوة، هو يعرف يسوق الكلام. يقول من خلصت نطاني 10,000 دينار، فنقلت القصة لواحد من الأساتذة، قال بالله عليك إذا هذا إنسان عادي تمدحه بكلمتين يعطي 10,000، اللي يمدح على ابن أبي طالب الله شينطي، ها؟ اللي يمدح ناس اللي يحبهم الله وفرض محبتهم علينا الله شينطي يوم القيامة، ها؟ أبشروا يا شيعة علي. الله يرحم إسماعيل الحميري آخر أبياته: كذب الزاعمون أن عليا لم ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي. فابشروا اليوم يا هواة علي ووالوا عليا حد الممات، وإن شاء الله نفوز بمحبته بإذن الله تعالى. هاي المفردات اللي بدت بيهن تنطلق من صميم سيد الأكوان بعد رسول الله أمير المؤمنين، إلها مقدمة يقول: قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا والشر إلا إقبالا، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعا. شنو الدليل مولاي؟ هذا الحكي قبل 14 قرن قلته، الآن ايش صار بأحوالنا؟ قال: فهذا زمان قويت عدته وأمكنت فريسته، تسيطر على كثير من الناس. والدليل قال: اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا. أول ما بدأ بالفقير، لأن هو عنده قول بأبي هو وأمي، يقول: 6 أشياء حسنة إن كنا في 6 أحسن: الإيمان حسن وإذا كان عند العلماء أحسن، العدالة حسنة وإذا كانت عند الحكام أحسن، التوبة حسنة وإذا كانت عند الشباب أحسن، العفاف حسن وإذا كان عند النساء أحسن، الكرم حسن وإذا كان عند الأغنياء أحسن، والصبر حسن وإذا كان عند الفقراء أحسن. الفقر مخيف، يقول مولانا أمير المؤمنين: كاد الفقر أن يكون كفرا. أنتوا مو تتعجبون من الفقير إذا كذب أو سرق أو ذل؟ أقصى حد الإمام قال عنه الفقير يمكن يبيع دينه، لولا الصبر ومعرفته بالله ويدري هذا بلاء من الله، اللي الله يبلي بالفقر مشكلة كبيرة، هذا حتى ما يقدر يؤدي عبادته، لأن الله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الفقير لا مأمن ولا شبعان، جائع، شلون يقدر يؤدي عبادته؟ الله ابتلانا بالفقير. اعلم يا من أنعم الله عليك، المال مال الله وكلنا عبيده، والعبيد لا يملكون شيء، ينبغي علينا أن نضع المال حيث شاء الله. لا تقول المال مالي، المال مال الله، المال مال الله تنفقه حيث شاء الله.
ترى إذا إجتنا آخر لحظاتنا وانطوت آخر صفحة بعمرنا نظل نفكر في أموال. يقول أمير المؤمنين في أموال جمعها لزمته تبعتها، يفكر في من جمعها وإلى من يتركها، المهنى غيره ووزرها عليه. لذا تدرون الإنسان شون الله يتأسف عليه قبل لا يموت؟ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بعد فلا صدق، أول ما قال شنو؟ ما صدق، خلاها كود فلوس وطلع عنها، وأنت أحوج إلها بالآخرة. خلي لك شيء نفعك، ترى هذا جد مو هزل، هذا صدق مو لعب. أنا وأنت مسافرين إلى دار، هاي الدار كون نعمرها، وهي بمن تعمر؟ ماكو شيء مثل الصدقة، مثل العطاء. الناس المعوزة المحتاجة، قد ناس أكو بالسجن مطلوبين ما عندهم يعطون، إش قد شباب يردون يتزوجون ما عندهم يتزوجون، إش قد ناس يجي لهم الصيف ما يتمكنون أن يشوفون البرد. وهكذا أيها الأحبة، شنو اللي تتمكن أنت؟ خليها سر بينك وبين الله، لأن الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمن، أول ما قال بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تدرون الإنسان إذا وضع في قبره شو يقول لله؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. شو تسوي بيها أنت؟ هاي 50 سنة 60 سنة 70 80 عشت ما سوت شيء، أرجعك شوية إلمن أجل قريب؟ إلمن إلمن ترجع أجل قريب؟ اسمع الآية، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أروح أنفق اللي عندي. اليوم فرصتك خويا، اليوم وقتك. إجا رجل للنبي صلى الله عليه وآله قال له مولاي عندي ثلث للأبوي تمر، أريد تمن علي تجب إيدك أنت توزعه. إجا النبي ووزع هذا التمر، يقول ظل التمرة وحدة. النبي يريد يعلمنا، شال هاي التمرة قال له شوف أبوك لو بحياته ناطي هاي بإيده أحسن من هذا اللي أنا انطيته بإيدي كله. إيبالي واختبار هو خو أنا إذا متت، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، لا أريد بيتي ولا أريد فلوسي، خلي ينطونهم، بس إذا أنا موجود والله يختبرني يا ترى أنفق لولا. والإنفاق أخواني مو شرط يكون آلاف، مهما كان عندك حتى لو قليل بس كون بصدق. جاهل البيت شنو طوى الله اليوم يمدحهم؟ إي بلي قرص خبز من شعير، لكن النية صادقة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هو الإمام هم يقول روحوا للفداء، أنتم ما بيكم تصيرون مثلنا، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. أنت إذا أجاك الفقير وعندك هالخبزة ما تنطيها إله، على الأقل تسهب النصوية هس خواش هم حيسويها، على الأقل لا ترد، لأن إذا صدق السائل هلك المسؤول. وقد قال ربنا وأما السائل فلا تنهر، لا ترد. هذا اللي فقر وأغناك قدر يخلي المعادلة بالعكس، شكر النعمة مو آكل وقول الحمد لله، شكرها بذلها العطاء. خصوصا أخواني صدقة السر تدفع البلاء المبرم، وهي فرصتنا ووقتنا. دور على الفقير والفقير عيال الله، هذا إذا أعطيتها النوب الله يبارك فيك دنيا وآخرة، هذا تنقذه، هذا تخلصه، وهذا إذا عبد الله باطمئنان
الفضل إلك، أنت شريك معاه في ثوابه وأبادته. إذا زوجت لك واحد وبإذن الله تناسل وصار عنده ولاد، بقد ما يتكاثرون صلاتهم أنت شريك بيها، أعمالهم الخيرية أنت شريك بيها. لا تجمدها بالبنك وتطلع عنها، اليوم وقتك. اللهم وفقنا لكل خير ترتضيه يا إله العالمين. فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا؟ أول ما بدأ بالفقير، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا. شلون يبدل نعمة الله كفر؟ بالتبذير. يصرف المال مو في محله، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الكفر بالنعمة بذلها في غير محلها، تبذيرها. أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا. هذا البخيل ليش يسموه بخيل؟ يعني ما عنده ثقة بالله، يقول خل أضم خاف باكر ما حصل، شوان الثقة بالله؟ انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، الله تكفل برزقك. شوف النبي سليمان قاعد يمسح للبحر، اجت نملة شايلة حبة شعير بحلقها، وقفت يمه، اطلعت ضفدع، فكت حلقها، راحت النملة والشعيرة بحلقها وحدر الماي، شوية طلعت ضفدع فكت حلقها، طلعت النملة ماكو شعيرة، كلمها مين وين وين رحت ايش سويتي؟ قالت له انا مأمورة اجيب حنطة حبة شعير، حبة حنطة بهذا المكان، تطلع الضفدع اروح انا وياها، اكو دودة عمية بالماء تفتر بمكانها، الله كف وكلنا انه شنو هو نطعمها. الله ينساك؟ ما يلتفت لك الله؟ وخلى هاي النعم كلها مبذولة. وقال لئن شكرتم، والله أخواني من أبرز مصادق الشكر بذل النعمة، عطائها، يصير عندك ثقة بالله. بلي ثم شنو؟ فاذكر دائما قول الإمام المجتبى أرواحنا فداه، واعلم بأنك لا تجمع من المال شيئا فوق قوتك إلا وكنت خازنا لغيرك. ما تجمع شيء فوق، أنت أعرف بنفسك إذا جبلك طعام منسف مال تمن ودجاجة وأنت بوحدك، أنت تدري إيش قد راح تاكل والباقي يتلف، فأخذ مقدار اللي يكفيك. يقول الإمام الحسن وأنزل الدنيا بمنزلة الميتة. إذا واحد جوعان وبالبر اللي قاله ميتة قد يشتهي يأكل من أدها، صدره مقعد لا يموت بعد، مو الضم الباكر وعقب باكر. وأين الثقة بالله؟ إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فللجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. بعد شغرة بمحضركم إذا كل حافظينها لقرايا أنتم، ما شاء الله عليكم. أيوة نعم منكم، الله يبارك فيكم إن شاء الله، ويدوم عليكم نعمة الأمن والأمان إن شاء الله، ويحفظ هاي المجالس من كل سوء إنه سميع الدعاء. أو متمرداً كأن في أذنه عن سماع المواعظ وقرأ. يقول الناس أربع أصناف، لو فقير، لو غني، لو بخيل، لو متمرد. متمرد شنو أخواني؟ يقولون الغافل ينبأ، النائم
يتوعى، بس المعرض ما إلى شارة، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يسمع الكلام ويشوف هزل يضحك كأن في أذنه عن سماع المواعظ وقرأ. أتذكر واحد متمكن عنده، واحد هم قال له، قل له عندنا قرية فيها أكثر من 5-6 آلاف نفر مسلمين وما فيها مسجد، ما تتبرع لنا بمسجد ويكون في ميزاني حسنات أعمالك؟ رد عليه، بطل من هالسوالف، بطل تضحك علي. قال له ما تجيب جيبي، امشي أدليك وانت بني مسجد. ها، يقول هاي سوالف تضحك بها علي. كأن في أذنه عن سماع المواعظ وقرأ، لأنه من أسماء يوم القيامة أخواني الحسرة، يوم الحسرة يتحسر الإنسان، يقول يا ليتني كنت أعرف هذا الواقع كله، وكل شيء اللي أكض أنفقه، ما أموت وأحاسب عليه وغيري متهني بي. وهاي الدنيا أنا أحب هاي الدنيا وأجمع ليها، الدنيا ويا الأحسن مني ما أنصفت. الدنيا بالله عليكم، الدنيا اللي خلت زينب بالدواوين، هاي حلوة الدنيا بالله عليك؟ الدنيا اللي خلت الحسين يقول على الدنيا بعدك العفو، ولا وأدخل آل رسول الله على مجلس الطاغي يزيد. كافي أنك تعرف أن هذا المجلس الأنظار كلها متعلقة ببنات رسول الله، أردنجدج هم صدق بالشام عيد وحطوا بطشت الذهب راس الشهيد، ومن نشد زينب بديوانة يزيد واقفة لو قاعدة مخلينها، واقفة بتعلي. مو تعاتبوني من أقرأ هاي الأبيات، مو بعدين تقول أنت قاسي، لا أنا أروي لك واقع. هذا يقول أخرج خيزران يزيد وأخذ ينكث ثنايا الحسين حتى كسر أسنانه وتناثرت الأضراس. خويا الهضم والضيم من بعدك علانا بالشام يا ابن امي، اشبعت ضيم ومهانا، ارفع صوتك يا الذي تكسر اسنانه عن ثغر خيي ذابت قلوب النساوي. ليش في ناس ما تقرا معانا وجاي نتقرب للأربعين وانت معزي يا مولاي في هالبيت تشيل البيت وياي؟ ظلت تجود بروحها زينب حزينة تنادي عسمتنا ولا للشام جينا يا حسين، والله سفرة القشرة بيني وبينك يا خليص فرق قلبي. أهوى حسينا ظل ينشد النسوان، من هذه ومن تلك، وصل إلى الرباب زوج الحسين كلمها ما كلمت، قال ما تكلمني هاي المرأة، قال له لهاي زوج الحسين حلفت من بعد الحسين ما تكلم رجل، قال أرد أسمع صوتها ما الحيلة،
قالوا خلفها براس الحسين أجركم الله رفق الراس من شيبته. قال رباب بحق صاحب هذا الراس كلميني صاحت يا خايب ما جرت والله مثل هاي يا خايب ما جرت والله مثل هاي أنا حرمة وراس عزي بين عينا يا جور دهري وضيم دنياي يموت حسين واحنا نظل عدلين والله يموت حسين واحنا نظل عدلين يا ذلة سكينة وهضمها هضمها لوقها يزيد ولوقهم يقل الهلا يا خيرة حرمها عاليمن هبطيت الراس تبجين وياي والله عاليمن هبطي الراس تبجين بجت سكنة يا ويلي أو بجت الناس بعد بيمن يا خايب أرفع الرأس أنا من راح أبوي وراح عباس هو سكنة يا أبو أغزي أنتشجي يا أبوي الما كنت ترضى أجرك الله أجرك الله من ابجي يوبا يا يوبا علمني شقل للناس شحجي لو قالوا يا سكنة لدللك وين اكو وصية من امامكم الكم تسمعونها تنطونها حقها قالها بويا خبر المشفج علي كان وخلي يلبس علي ثياب الاحزان وقولي ما تبو يحسين وأعظم ما يسجي الغيور دخولها يا الله اللهم سامحنا تب علينا حسن عواقبنا لا تميتنا حتى ترضى عنا من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده واختم حياتنا بالسعادة الأبدية. شكوا بهالمجلس طالب حاجة وأنت أعلم منهم بنواياهم. سيدي من عليهم بحسن إجابتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلاة. ضعن الجلالة زينب لونها تغيرت اشكالة كربلاء يوم البلاء وين العذر وين عباس عندش قدعويش مالا وليمي وبتربتش لخيول صدر الحسين انا ودع عبدك يا ابو معطي بيا الله الله خويا انا اختك